احصائيه اوليه تغريبيه تقريبا، يعني عدد الوفيات كانت 401 مقارنه بالعام السابق كان عندنا 424 حاله وفاه، العام اللي قبله كان عندنا 429 حاله وفاه. يعني ان ناخذ النسبه وتناسب مع زيادة أعداد الأشخاص الحاصلين على رخصات قيادة، صحيح. مع زيادة المركبات، رغم الزيادة اللي قاعد نلاحظها بشكل سنوي، إلا أن عدد الوفيات قاعد يقل. وأعتقد أن هذا يعني إن شاء الله تكون وصلت الرسالة حول أهمية الالتزام بقواعد قوانين المرور، اللي بالنهاية راح تحفظ سلامتهم وسلامة جميع مستخدمين الطريق. وهذه رسالة احنا نوجه الأمان للجميع أنهم يلتزمون معنا، لأن ما ودنا نخسر أي شخص زيادة، ودنا الرقم هذا يوصل إلى الصفر. قد يكون هذا طلب تعجيزي، لكن احنا نتمنى الشيء هذا، أمنية أن يكون ما يكون عندنا حالات وفاة، ما يكون عندنا إصابات، ما يكون عندنا حوادث. وهذا الشيء ما يتحقق إلا من خلال وعي قائد المركبات. إنزين، هذه الحوادث والوفيات، خلينا نتكلم عن المخالفات، قلت ولا زادت بعد؟ الأمانة أنا كنت شيء لا ترى هي مو رغم الزيادة اللي موجودة، لا أن المخالفات تقريبا معدلها ثابت، لكن إحنا نقول عندنا ترى تقريبا ما يقارب 60,000 مركبة زيادة سنوية. يعني اللي يقول ما في، ما راح تزيد المخالفات، ما راح تزيد الحوادث، ما راح تزيد الوفيات، احنا نقول من الطبيعي انها تكون بازدياد، رغم لأن عدد السيارات قاعد تزيد على عدد السيارات، على عدد الاشخاص، على عدد المواطنين والمقيمين، وهذا شيء طبيعي.